رحيم، نحن فريق هيئة ساعد الخيرية نقوم يوميا باستقبال ما يزيد عن 200 عائلة مهجرة من المناطق الشرقية في دير الزور ورقة والحسكة والعراق. أيضا قمنا بتجهيز نقطة استقبال، نقطة الصفر في منطقة قبتان الجبل، وأيضا قمنا بتجهيز نقطة طبية وسيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات لاستقبال الحالات الحرجة. نقوم بتقديم مياه الشرب وطعام والسلة الغذائية، سلة الطوارئ. لدينا أيضا مخيم لاستقبالهم وإقامة شبه مؤقتة. أيضا قمنا باستئجار شقق سكنية مؤقتة لاستقبالهم. على الأول على الأول على الأول. أول يا أخوي.